يعطيكم العافية. أنا حاب أحكي عن موضوع التدريب وربط مخرجات التعليم في القسم عنا مع سوق العمل. طبعا إحنا القسم عنا بتميز في موضوع التدريب، في عنا مرحلتين من التدريب، وهذا تم استحداثه من خلال برنامج تطوير مشروع هولندي، بحيث أن الطالب بيقوم بعملية تدريب من السنة الثانية والسنة الأخيرة. يعني هذا الخاصية بتميز فيها البرنامج. طبعا إحنا في خلال المختبرات بنركز على طلابنا إنهم يعملوا كل التدريبات اللازمة، حتى الفحوصات اللي هم يشتغلوها بتدربوا عليها داخل المختبر هي بناء على اللي موجود في المصانع الأغذية. يعني في شو بنعمل في مصانع الأغذية من فحوصات عادة في ضبط جودة الأغذية، إحنا الطلاب هنا بنهيئهم لكل هذه الفحوصات. بالإضافة كمان في عنا خاصية بالقسم اللي هو موضوع كمان تطوير المنهاج التغذية والتصنيع الغذائي بالمشروع الهولندي، كان حاول إنه ربط أربع مساقات من القسم بسوق العمل، بحيث إنه بهذه المساقات مساقين بالتغذية ومساقين بالتصنيع، مساق حفظ تصنيع أغذية ومساق الجودة أو ضبط الجودة. طالب بهذه المساقات ومجبر إنه يعمل مشروع بالتعاون مع القطاع الخاص، فبيكون معاه مشرفين من القطاع الخاص ومشرفين أكاديميين. ففي هذه يعني خلال أربع سنوات بيكون الطالب مهيأ وجاهز إنه في المهارات والمعرفة اللي هو بحاجة فيها لها لسوق العمل، وبيكون هيك بالمرحلتين التدريب زائد المشاريع المشبوكة مع القطاع الخاص بتهيئه إنه يكون جاهز لسوق العمل بدون إجراء أي تدريبات إضافية. يعطيكم العافية.